التكنولوجيا نفسها مش هدف وما هيش هي الحل، هي جزء من الحل، هي ممكن توفر حلول لو حطينا ايدنا على المشكلة بالفعل وعرفناها وعرفنا نحدد أبعادها هي ايه بالظبط. ممكن نشوف بقى وسائل مختلفة والليفلز المختلفة من السمارت سولوشنز أو التكنولوجيا أو التولز الذكية اللي توفر حل وتكون مناسبة للكونتكست والواقع اللي احنا بنعيشه. فيعني ما فيش سؤال أقدر أقوله لك هل التكنولوجيا تقدر فعلا تساعد على حل مشكلتنا اللي بنواجهها في المدن أو تكون هي الحل الأساسي لرفع نوعية الحياة؟ لا، مش شايفة اني اقدر اقول اللي اقدر اقوله انها جزء من الحل وانها ممكن توفر حلول، لكن لازم نطرح الاسئلة المظبوطة علشان نعرف نختار التايبس اوف تكنولوجيا الريليفنت للحل والكونتكست اللي احنا بنعيشه، وتكون الحلول دي بتسد فعلا وبترد على احتياجات المواطن المصري. يعني كنا اتكلمنا في بعض السنة اللي فاتت او يمكن اكتر شوية مع مجموعة خبراء من اسبانيا مقاطعة كاتالونيا، وكانوا شايفين ان البنية التحتية اللي موجودة حتى في مدينة زي القاهرة بكل التعقيدات اللي فيها مفيش مشكلة انها تتحول الى سمارت، بان احنا ندخل التكنولوجيات والتطبيقات الذكية المناسبة.